اتعدت. ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما حفظتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا افندي؟ هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت؟ ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام وادي رمضان ودي التليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز. ثم واحد اختلف فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست. لا ومين انا راجل ما احبش اللف ولا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي. انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك. في مكان انيق. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض علي وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه. انت مين ملقحك علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقح عليكم؟ حاجه يا اخي انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة خليه اتفضل. اتفضل يا سلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ليه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه أهمية أن تكون مختلس، إنك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ أنت زعلان مني ولا إيه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الأصدقاء؟ شوف الحلاوة. يا راجل ده أنا حفيت عشان أقابلك، دول قالوا لي أنت اتجننت، سرب بنكلة يقابل اللي به وكيل الوزارة، ده يعتبر تقاتل الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجة؟ كنت عايز أشكلك وجاتي. كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم دي يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطره عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر دي بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوله المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل ان عمره ماده الا للمدير العام والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني إذا كانت ضاعت منك الشقة هنعوضها لك بحاجة تانية أحسن منها 100 مرة. إيه رأيك يا سيدي؟ هديك حتة أرض تبني عليها اللي أنت عايزه. في في السلوم. في السلوم؟ المستقبل كله هناك. لا وإيه؟ الجمعية عاملة المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهرة ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. أصيف إيه؟ هو أنا عارف أشدت الأول لما هصيف؟ أنت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص. وديتهم للترزي قلت يعملهم لأي حاجة. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده؟ يا سيد الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا والنبي يا حاج مأمور، يلا وحياة ابوك خلصت. يلا يلا اقلب أي حاجة، البيه الوكيل هيبقى السارة، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع أولاده كمان، يلا. حاضر حاضر يا سيدي. خدوا يا رخيم حسنين حطه في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ. زخرت وجعلت زخر العداله. يلا يا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام ما تخافش. امشي خد من ايه؟ يلا نجرب قدام امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشركه. أنا بشربها مظبوط. يا دمك يا أخي. بقول لك إيه؟ ما
ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف نروح على السجن على طول ونخلص. ده انت مستني قوي. لا بقول لك ايه، ما تزقنيش. انا بقول لك اهو، انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جزء من اخوه ولا نشيله جزء جنيهات. انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قباش يا سفلة القوم؟ مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقباش دي اوضة رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن، مستحيل رمضان يختلس. متأكدة ان المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده ابدا. يا اختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. الا قول لي يا جدع انت، انتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس يا اخويا. اختلس ولا ما اختلسش، المهم اني خدهم. اه بانه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احزن لحمير. يا اخوانا عيب كده، العفره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي ايه؟ ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا بتديله الاكل؟ حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ستي امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ستي. مع السلامه. وانت حلويته وبقيت ملفوفه كده؟ مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي اتفضل. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسيم وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. تعرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112.